الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. وقعت شركة الحفر العراقية عقدا مع شركة COSL الصينية لتنفيذ الأعمال المصاحبة لحفر 22 بئرا نفطية في حقول ميسان. وقال مدير عام الشركة باسم ناصر إن هذا العقد يعد ساندا للعقد الذي أبرمته الشركة مع شركة سينوك الصينية لحفر 22 بئرا نفطية في حقول ميسان بأسلوب تسليم المفتاح وبفترة زمنية لا تزيد عن سنتين. أعلنت وزارة التجارة في العراق أن الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة للعام الحالي قاربت 1,000,000 طن. وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون إن فرع الشركة في بغداد والمحافظات الأخرى تسلمت أكثر من 52,000 طن من الحنطة. وأشار إلى أن إجمالي التسويق الكلي خلال العام الحالي بلغ أكثر من 924,000 طن، رغم أن المتوقع تسويقه بحسب ما أعلنت الوزارة 1,500,000 طن. ويشهد العام أزمة غذاء على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية ومنع أوكرانيا تصدير الحنطة لمواجهة ظروف الحرب. فتحت أسواق الأسهم الخليجية على تراجع حاد في مستهل جلسة اليوم أسوة بإغلاقات وول ستريت وخسائرها الحادة. وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.27%، وهبط مؤشر سوق دبي بنسبة 1.89%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.32%. وفي بورصة الكويت تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2%، ولم يصل حد الهبوط في بورصة قطر إلى هذا الحد، فبلغ فقط ما نسبته 0.75%. يأتي ذلك بعد أن أغلقت بورصة وول ستريت على هبوط حاد أمس بعد أن هوت كل المؤشرات بنسب اقتربت من 5%، مدفوعة بالقلق من اتساع الأزمة الأوكرانية. أعلن البنك الدولي تخصيص 30 مليار دولار أمريكي للمساعدة في منع أزمة الأمن الغذائي الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وذكر البنك أن المبلغ سيخصص في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري، وسيشمل هذا التمويل جهودا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة وتعزيز الأنظمة الغذائية وتسهيل زيادة التجارة ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجا. وستذهب غالبية الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضررا من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب. حذر وزير المالية والخزانة البريطاني ريشي سوناك من وضع اقتصادي وصفه بالخطير في الأشهر المقبلة. وقال سوناك في خطاب أمام عدد من الشركات إن حكومته مستعدة لبذل المزيد لمساعدة الأسر التي تواجه ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والغذاء، معلنا أنه سيخفض الضرائب على الشركات لتشجيعها على الاستثمار. وحذر الوزير البريطاني من أن الوضع الاقتصادي خطير للغاية، حيث تواجه بلاده عاصفة كاملة من صدمات الإمدادات العالمية بما في ذلك تأثير الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
ختام الموجز، دمتم بخير.